أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف أصحاب العقائد الفاسدة كالرافضة والإسماعيلية والصوفية، وهل تنزل منزلة الصلاة خلف الجهمية؟ المبدأ في هذا أن من كانت مخالفته مكفرة تخرجه من الدين فلا يصلى خلفه ولو كان ولي أمر. أما من كانت مخالفته لا تخرجه من الدين فهذا يصلى خلفه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.